الله وبركاته واهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب بنات الطالبات وها نحن معكم في حلقة جديدة في كتاب العلوم للصف الخامس وسوف نتكلم اليوم ونتحدث ونشرح ونتعلم عن الكهرباء الساكنة الكهرباء الساكنة ومن اسمها بأنها ساكنة بأنها تكون على سطوح الأجسام هذه على سطوح الأجسام إذا سوف نتكلم على كهرباء تتكون على سطوح الأجسام وهي كهرباء تتكون عن طريق الدلك تتكون عن طريق الدلك دلك بين جسمين جافين نحصل على كهرباء تستقر على سطوح الأجسام ونسميها الكهرباء الساكنة نسميها الكهرباء الساكنة هيا معي لنتعلم ماذا ترون أبنائي الطلاب بناتي الطالبات نجد هنا طفل يقوم بجذب قصاصات الأوراق إلى المشط نجد هنا كذلك هذا الطفل يقوم بتمشيط شعره نجد هنا هذه الفتاة عندها قضيب من البلاستيك وهنا قطعة من الصوف وهنا قصاصات ورق ماذا نشاهد في الصورة؟ نشاهد طفل يقوم بتمشيط شعره، عندما تقوم بتمشيط الشعر بهذا المشط من البلاستيك باتجاه واحد تتكون كهرباء نسميها كهرباء استاتيكية أو كهرباء ساكنة، كهرباء ساكنة تستقر على سطح الجسم، تستقر على سطح الجسم، إذا نسمي هذه الكهرباء كهرباء ساكنة وتتولد شحنات كيف؟ بالدلك، كيف تتكون هذه الشحنات؟ بالدلك. تتكون شحنات بالدلك هنا هذه هي الفتاه قامت بتدليك هذا القضيب البلاستيك بالصوف وبعد ذلك قامت بتقريبها لقصاصات الورق فوجدت بان قصاصات الورق تنجذب نحو طرف القضيب البلاستيكي لماذا بسبب وجود او تكون كهرباء ساكنه على سطح الجسم بسبب تكون كهرباء ساكنه على سطح الجسم البلاستيكي او على سطح القضيب البلاستيكي نسمي هذه العمليه كهرباء ساكنه وهي عباره عن توليد شحنات بطريقه الدلك بطريقه الدلك بشرط ان تكون بنفس الاتجاه في نفس الاتجاه هناك شروط معينه لتكوين هذه الكهرباء الساكنه بان يكون الجسم جاف وتكون بنفس الاتجاه وتكون بنفس الاتجاه اذا نتكلم اليوم عن الكهرباء الساكنه وعرفنا عمليه توليد الشحنات بالدلك هذا الولد قام بتوليد هذه الشحنات عن طريق التمشيط بنفس الاتجاه وهذه الطفله قامت بتوليد شحنات على القضيب البلاستيكي كذلك بالدلك تابع معي ابن الطالب وابنتي الطالبة فلنركز على هذه النقاط وهذه الفقرات لأنها مهمة لكم نتابع يمكن توليد شحنات كهربائية من خلال كهرباء شحنات كهربائية تكون ساكنة ساكنة من خلال دلك القلم البلاستيكي قلم بلاستيك قلم بلاستيك بقطعة من من الصوف ودلك ساق زجاجية بقطعة من الحرير مرة أخرى نحصل على شحنات كهربائيه بطريقتين الطريقه الاولى بتدليك القلم البلاستيكي مع الصوف او بالصوف وتدليك ساق زجاجيه بالحرير وتدليك ساق زجاجيه بالحرير تتركز الشحنات المتولده بالدلك اكثر على سطوح الاجسام الجافه مره اخرى تتركز الاجسام او الشحنات عفوا الشحنات المتولده بالدلك على السطوح على سطوح الأجسام الجافة مرة أخرى تتركز هذه الشحنات على سطوح الأجسام الجافة تتركز الشحنات بكثرة عند الأجزاء الحادة مثل حافة المسطرة وطرف المشط مثل حافة المسطرة وطرف المشط إذا أين تتركز الكهرباء أو الشحنات أو نسميه بالكهرباء الساكنة تتركز بكثرة عند الأجزاء الحادة من الجسم فإما عند حافة المسطرة وإما طرف أسنان المشط لتوليد شحنة كهربائية بالدلك، لتوليد شحنة كهربائية بالدلك يشترط أن يكون الدلك في اتجاه واحد والأجسام جافة، لتوليد شحنة كهربائية بالدلك يشترط أن يكون الدلك في اتجاه واحد والأجسام تكون جافة، والأجسام تكون جافة. نكمل، الآن سوف نتكلم عن الكهرباء الساكنة، سوف نتكلم عن كهرباء لكنها لا تسري داخل الأسلاك الكهربائية، نحن لا نتكلم عن كهرباء تسري في الأجسام، لكننا نتكلم عن كهرباء ساكنة تستقر على الأسطح، تتكون بالتدليك، تتكون بالتدليك أو الدلك أو الدلك. ماذا نقصد بالكهرباء الساكنة؟ هنا هذا الولد يقوم بدلك هذه البالونة بملابسه وهنا سوف تتكون شحنات على البالون، نتابع. إذا الكهرباء الساكنة هي شحنات كهربائية ناتجة عن الدلك، إذا ما هي الكهرباء الساكنة؟ هي شحنات كهربائية ناتجة عن الدلك، إذا هي شحنات كهربائية ناتجة عن الدلك أو الاحتكاك. مرة أخرى سوف أعيد هذه الفقرة، الكهرباء.. الكهرباء الساكنه هي شحنات كهربائيه ناتجه عن الدلك او الاحتكاك الشحنات الكهربائيه هي او او الكهرباء الساكنه شحنات كهربائيه ناتجه عن الدلك ناتجه عن الدلك الجزء المدلوك يصبح حاملا لشحنه كهربائيه تتولد نتيجه الاحتكاك بينه وبين ماده الدلك اذا الجزء المدلوك سوف تتكون عليه شحنه كهربائيه نتيجه للاحتكاك نتيجه للاحتكاك نكمل نضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة: عند دلك المسطرة البلاستيكية بقطعة من الصوف المبلل سوف تنجذب إليها قصاصات الورق. عند دلك مسطرة بلاستيكية بقطعة من الصوف تنجذب إليها قصاصات الورق، إذا خطأ لابد أن يكون الصوف جاف. لابد أن تكون الأجسام جافة بعض الأجسام إذا دلكت بشكل مناسب سوف تكتسب خاصية جذب الأجسام الخفيفة إليها. صح يجب أن تكون عملية الدلك في اتجاه واحد صح تجمع الشحنات الكهربائية على سطح مادة وبقائها ومكانها سوف نسميه كهرباء ساكنة إذا تتجمع الشحنات الكهربائية على سطح مادة وتبقى في مكانها ونسمي هذه كهرباء ساكنة صحيح. مرة أخرى إذا قمنا بتدليك مسطرة بلاستيكية بقطعة من الصوف المبلل لا تنجذب بسبب تبلل الصوف. بعض الأجسام إذا دلك بشكل مناسب يكتسب خاصية جذب الأجسام، صح؟ يجب أن تكون عملية الدلك في اتجاه واحد، صح؟ تجمع الشحنات الكهربائية أو تتجمع على سطح مادة وتبقى في مكانها ونسمي هذه كهرباء ساكنة، صحيح؟ الآن سوف نتكلم على بأن الشحنات المتولدة على الأجسام نوعان الشحنات المتولدة على الأجسام نوعان إما شحنة سالبة نرمز لها برمز ناقص وشحنة موجبة أرمز لها برمز زائد إذا الشحنات المتكونة على الأجسام بفعل الاحتكاك أو بالدلك نوعان إما شحنة سالبة بفعل بيرمز لها ب ناقص وشحنات موجبة أرمز لها بزائد. ماذا نلاحظ هنا سوف تتولد شحنه سالبه على قضيب البلاستيك هنا سوف يبتعد البالون مره اخرى هذه البالونه لديها شحنه سالبه عليها علامه ناقص وهذه البالون عليها كذلك شحنه سالبه هذه القضيب البلاستيكي القضيب البلاستيكي تولدت عليه شحنه هنا شحنه سالبة، شحنة سالبة، إذا شحنة سالبة وشحنة سالبة والشحنات المتشابهة تتنافر، إذا هنا سوف تتنافر البالون عن البلاستيك وهنا سوف ينتج عنه ابتعاد البالون، لماذا؟ لأنها شحنات متشابهة، متشابهة، الشحنات المتشابهة، الشحنات المتشابهة تتنافر تتنافر هنا سوف تتولد شحنة موجبة على القضيب البلاستيكي، وهذا يعني اقترابه من البالون، لماذا؟ لأنها شحنات مختلفة، لأنها شحنات مختلفة. إذا الشحنات المختلفة، المختلفة، الشحنات المختلفة، تتجاذب الشحنات المختلفة تتجاذب إذا الشحنات الشحنات المتشابهة الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب تتجاذب هذا القضيب هنا موجب وهذا البالون سالب إذا يتجاذب وبالتالي فإنه سوف يقترب البالون يقترب البالون هنا هذا قضيب بلاستيكي سالب وبالونة سالبة وهي شحنات وهي شحنات متشابهه وهنا سوف تتنافر هذه الشحنات ويبتعد البالون ماذا تعلمنا تعلمنا بان الشحنات الكهربائيه الساكنه نوعان الشحنات الكهربائيه الساكنه المتولده على الجسم نوعان فاما شحنه كهربائيه موجبه يرمز لها برمز زائد او شحنه كهربائيه سالبه يرمز لها ب سالبه شحنه كهربائيه سالبه ويرمز لها برمز ناقص الشحنه الكهربائيه المتولده على البلاستيك المدلوك بالصوف تختلف عن شحنه او عن شحنه كهربائيه متولده على الزجاج المدلوك بالحرير الشحنه الكهربائيه المتولده على البلاستيك المدلوك بالصوف تختلف عن شحنه كهربائيه متولده على زجاج مدلوك بالحرير تختلف عن شحنة كهربائية متولدة على زجاج مدلوك بالحرير. الشحنات الكهربائية، الشحنات السالبة تتنافر، تتنافر. الشحنات الموجبة تتنافر، تتنافر، هذه شحنات سالبة وهذه شحنات موجبة. الشحنات المختلفة، الشحنات المختلفة تتجاذب. تتجاذب مرة أخرى الشحنات السالبة تتنافر الشحنات الموجبة تتنافر الشحنات المختلفة تتجاذب تتجاذب الشحنات المختلفة تتجاذب مرة أخرى الشحنات السالبة تتنافر الشحنات الموجبة تتنافر الشحنات المه المختلفة تتجاذب فإما سالب وموجب تتجاذب أو موجب وسالب تتجاذب ماذا نلاحظ بالصورة بناتي الطلاب بناتي الطالبات هنا نلاحظ شحنة سالبة وهنا شحنة سالبة، هنا شحنة موجبة وهنا شحنة موجبة، هنا موجبة وهنا سالبة، إذا الشحنات السالبة تتنافر، الشحنات السالبة تتنافر، الشحنة السالبة ما الذي يحدث لها؟ تتنافر، الشحنات الموجبة وهنا شحنتين موجبتين تتنافر، والشحنات المختلفة تتجاذب، شحنات مختلفة تتجاذب، إذا الشحنات السالبة تتنافر، الشحنات الموجبة تتنافر. الشحنات المختلفة أي موجب وسالب تتجاذب تتجاذب كما هو موجود في الصورة، شحنات سالبة تتنافر، شحنات موجبة تتنافر، شحنات موجبة وسالبة تتجاذب. ماذا تعلمنا؟ تعلمنا بأن الشحنات المتشابهة تتنافر. هذه شحنات سالبة. تتنافر والموجبة تتنافر والشحنات المختلفة ما الذي يحدث لها؟ تتجاذب وشحنات مختلفة تتجاذب، شحنات مختلفة تتجاذب. الآن سوف نقوم بحل هذا التمرين، افتح معي كتاب العلوم وتابع معي، الشحنات الكهربائية هي شحنات سالبة وشحنات موجبة وشحنات موجبة، الشحنات السالبة يرمز لها بعلامة ناقص، الشحنات الموجبة يرمز لها بعلامة زائد، تابع. الآن سوف نتكلم عن تجاذب وتنافر الشحنات الكهربائية، موجب وموجب تنافر، سالب وسالب تنافر، موجب وسالب تجاذب، موجب وسالب تجاذب لأنها شحنات مختلفة، المختلفة تتجاذب، المتشابهة تتنافر. عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بهذه الفقرة وهي تجاذب الشحنات الكهربائية المختلفة وتنافق الشحنات الكهربائية المتشابهة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس يومكم سعيد وفي أمان الله